أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة طريق الشعب ومقال الكاتب جاسم الحلفي بعنوان السوق الموازي للعملة الصعبة يفرض سطوته. يقول فيه: لم يتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في السوق الموازي، ولم تتحقق توقعات الدكتور مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء بأن انخفاضا في سعر بيع الدولار ستشهده الأيام القادمة، رغم مرور حوالي شهر على التصريح الذي أدلى بها في 18 من نيسان الماضي. وهذا يبين أن المتحكمين بالسوق السوداء ذو سطوة في السياسات المالية. مع كل تلك الإجراءات بقي سعر الدولار مرتفعا في السوق الموازية، الأمر الذي يعكس خللا واضحا ويؤشر حقيقة بأن من يتلاعب بالبيع والشراء ليس أصحاب الصرافات. ولا نجازفه في الاستنتاج بأن هناك أياد خارجية تتحكم في السوق. هذه الأيادي التي تدير النشاط المالي المشبوه وغير القانوني من وراء حجاب لا تظهر في الواجهة ولا تكشف عن نفسها أحياناً، وفي أحيان أخرى تعمل دون خوف أو وجل وراء واجهات مصارف ومحال صيرفة وشركات تحويل مالي، تضارب في العملات وتتحكم بالسوق وترفع الطلب على الدولار بشكل مبالغ فيه فترفع سعره، ولا يهمها ما تنتج بذلك من فوضى واضطراب وإرباك في الأسواق وما يخلف ذلك من ارتفاع في الأسعار ومن زيادة في معدل التضخم، بما يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية وانخفاض مستوى المعيشة. ويتضح مما تقدم أن هناك مصلحة خارجية متسلطة لا تكترث بالمصلحة الوطنية، ولها أياد متنفذة فارضة وجودها بقوة في سوق المال وتتحكم بالسوق الموازي لتجارة العملة. إلى صحيفة المدى العراقية ونقرأ مقالة للكاتب عصام الياسري، جاء فيها بأن المجموعات الثقافية والإعلامية العراقية فشلت على نحو كبير في رسم استراتيجية جريئة تتناول الأوضاع المتردية في البلاد وتواجه التحديات التي يعاني منها المجتمع بموضوعية، فتحولت بسبب سيطرة مافيات السياسة على العديد منها إلى مشاريع تنخر صفوفها الانتهازية والنفاق والتطبيل للأحزاب وقادتها، فيما قل نظير المؤسسات غير الحكومية التي تحرص على تناول الأوضاع العامة للمجتمع ونقل معاناة الناس للرأي العام الخارجي بكل تفاصيله وأحداثه وحيثياته، في ظل افتقار مؤسسات إعلامية أو سياسية إلى حد كبير غير جديرة لإثارة اهتمام المواطن والدفع به لتحمل المسؤولية لجعل التغيير ممكناً. من هنا على المثقف أن يدرك بأن المعرفة هي القوة التي تقود إلى الحقيقة، لكن لا يستطيع أن يحمي الحقيقة إلا من يمتلكها. وإذا ما تحدثنا عن دور الثقافة في الشأن العراقي، فعلينا أن نشير أن على النخبة في مجال الفكر والفن والإعلام تقع مسؤولية كشف الحقيقة كونها السلطة الجديرة بالمعرفة وتمتلكها. ما يهمنا هنا التأكيد أن الأجنبي الذي دخل بعد غزو العراق قد حقق الأهداف الاستراتيجية التي جاء والتحالف الدولي من أجلها، وأهمها هدم الثقافة والعلم واغتيال الفكر وإيقاف نموه. لكن ما هو الدور الذي ينبغي على المثقف أن يمارسه؟ وعلى ماذا يرتكز الإعلام العراقي بعد كل ذلك؟ في بلد كالعراق فإنهما يفتقران كل تلك المقومات بسبب انزلاقهما سياسياً باتجاه الولاء للأحزاب الطائفية داخل السلطة أو خارجها، الأمر الذي أودى بهاتين المؤسستين لأن تكونا في أغلب الأحوال أدوات غير مستقلة لا تمتلك إرادة حقيقية لمنفعة المجتمع وإصلاح الدولة ومؤسساتها.
تحت عنوان يونامي غسالة أممية ماركة جون بولتون. جون بولتون نقرأ مقالا مشتركا للكاتبين مسار عبد المحسن راضي وناجي حرج، جاء فيه: يونامي اشتغلت على الشكل الخارجي للنظام في العراق، عملت كغسالة أممية أمريكية لتنظيف النظام وتسويقه أيضا أو تسويقه أبيضا على حبل المجتمع الدولي. بعض الشخصيات التي تولت مسؤولية البعثة كانت تشوبها العديد من شبهات الفساد، مما انعكس على حياديتها تجاه العديد من قضايا حقوق الإنسان ونتائج الانتخابات التي جرت منذ عام 2003. والحكومات كانت حريصة على بقائها لدرء الشبهات عنها فيما يتعلق بتقارير المنظمات الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان. بقاء يونامي نوع من الحماية الدبلوماسية للحكومات في العراق. يونامي تعمل منذ 20 عاماً كقاعة للكمال الديمقراطي، استطاعت توسيع حصة الأمم المتحدة في البلاد إلى 24 جهازاً يديرها أكثر من 600 موظف. طبعاً لا أحد يعرف بالضبط مقدار الأموال التي تستهلكها تلك المؤسسة ومشغلوها من الميزانية العراقية ومخصصات الدعم الدولي للبلاد، لكن يونامي تمتعت دائماً ببرامج عمل من النوع البراق والرنان، مثلاً الحوار السياسي الشامل، المصالحة الوطنية والمجتمعية، المساعدة في العملية الانتخابية، تيسير الحوار الإقليمي بين العراق وجيرانه، تعزيز حماية حقوق الإنسان، والإصلاح القضائي والقانوني. يونامي وباعتراف غير مباشر من إحدى شقيقاتها الأمميات لجنة الاختفاء القسري في العراق لم تنجح لا في تحقيق المصالحة المجتمعية ولا في حماية حقوق الإنسان، إذ كشف تقرير الشقيقة في أبريل من عام 2023 أن النظام ساهم بإشغال الأراضي العراقية بمزيد من ضحايا السجون المعتقلات وانتقائية قانون 4 إرهاب المخصص لاصطياد السنة. تحت عنوان تعرضوا للخيانة والتخلي عنهم، السوريون يردون على الترحيب بالأسد في البيت العربي، نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرا أعدته أديلة سليمان وميسي ريان، وأشارت في البداية لما قالته الناشطة السورية البريطانية في مجال حقوق الإنسان رزان صفور: لقد تخلى عنا المجتمع الدولي تماما. وعبر الناشطون السوريون الذين التقتهم الصحيفة الأمريكية عن تشاؤم من الوضع في بلادهم، وعبر صفور عن خيانة العالم وتخليه عن السوريين لوقت طويل. الجامعة العربية لديها دور سياسي محدود، إلا أن حضور الأسد في قمة إقليمية يظل رمزاً لانتصار منبوذ سياسي سابق، قواته متهمة باستخدام السلاح الكيماوي واستهداف المستشفيات والمناطق المدنية في الحرب الأهلية الدموية التي استمرت أكثر من عقد وما زالت. وبالنسبة للسوريين الذين تأثروا بالنزاع، فإن إعادة تأهيل الأسد لم تتركهم بالشعور بالخيانة فقط، بل وكأن معاناتهم في الحرب محيت من الذاكرة بشكل كامل. وركزت التقارير الصحفية على صورة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مغادراً القمة قبل خطاب الأسد. ورغم انحراف انتباه العالم لقضايا أخرى، إلا أن مأزق السوريين ترك آثاره على العالم. إن السوريين فروا من الأسد وليس فقط الحرب، ومن هنا فتأهيل الأسد سياسياً لم يدفع السوريين للعودة إلى وطنهم. نشرت مجلة بوليتيكو الأمريكية مقالاً بعنوان على الغرب تعلم كيفية التعايش مع أردوغان، وجاء للمحللة السياسية نتالي طوشي مديرة المعهد الأوروبي للشؤون الدولية، حيث تناولت في هذا المقال نتائج الانتخابات التركية التي أوشك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على حسمها من الجولة الأولى على عكس توقعات معارضيه في الداخل والخارج. ورأت بأن هذا يعني بالنسبة لأوروبا الامتناع عن زيادة الانتقادات الموجهة للديمقراطية التركية
لأن ذلك سوف يؤدي إلى نتائج عكسية في مجتمع تتزايد فيه النزعة القومية. نسبة التصويت في الانتخابات التركية التي بلغت 89% في بلد يقارب 90 مليون نسمة، وهي نتيجة انتخابية تضع معظم الديمقراطيات الليبرالية في العار، ومع ترجيح كفة إردوغان للفوز برئاسة تركيا في الجولة الثانية للانتخابات، أكدت الكاتبة على أن الاتحاد الأوروبي سيجد نفسه في نهاية المطاف بعد الجولة الثانية مضطراً لتعلم كيفية التعامل مع إردوغان الذي يقترب من دخول عهده الثالث على رأس السلطة في تركيا. وأكدت الكاتبة على أن الجولة الأولى من الانتخابات جاءت نزيهة، ولم يتمكن أي من المنافسين من حسمها، ويصعب تصور إجراء جولة إعادة في انتخابات روسية تحت حكم فلاديمير بوتين، أو في الصين تحت حكم شي جين بينغ، أو مصر تحت حكم عبد الفتاح السيسي. وبغض النظر عن نتيجة الجولة الثانية، فإن نتائج الجولة الأولى تستحق التأمل. وأشارت إلى أنه على عكس ما كان يأمل الغرب، فإن إعادة انتخاب الأتراك لرجب طيب أردوغان ربما يكون النتيجة المناسبة لأوروبا. والآن نتابع وإياكم الكاريكاتور. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. أهلا بكم من جديد. اكتشف علماء مختصون أقدم أثر بشري على الإطلاق، وهو عبارة عن آثار لأقدام تعود إلى أكثر من 300 ألف سنة مضت كما يقولون، وتم العثور عليها في ألمانيا. وقال تقرير نشرته جريدة ديلي ميل البريطانية إن آثار الأقدام التي تم العثور عليها في ألمانيا تعود إلى شعب هايدلبرغ الذي انقرض، وهي محفوظة بشكل مثالي في ألمانيا. وكانت هذه الأنواع من البشر، وكان هذا النوع من البشر من القدماء، أول من بنى المنازل كما يقول العلماء، وقام بصيد الحيوانات الكبيرة. ولكنه اختفى من الأرض منذ حوالي 28 ألف عام، ويقول الخبراء إن ذلك كان بسبب تغير المناخ. أجبرت الفيضانات التي اجتاحت شمالي شرقي إيطاليا 36 ألف شخص على مغادرة منازلهم، بعد أن تسببت في مصرع 14 شخصا. وأدى ارتفاع منسوب المياه إلى غمر منازلهم، وحولت شوارع في مدن وبلدات منطقة إيميليا رومانيا إلى أنهار، كما أسفرت
الانهيارات الأرضية الناجمة عن الفيضانات عن عزل قرى صغيرة، مما دفع السلطات الإقليمية إلى تمديد حالة التأهب القصوى. وقد غادرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قمة مجموعة السبع في اليابان مبكراً للإشراف على التعامل مع الوضع الطارئ. ولا تزال المنطقة الشمالية الشرقية لإيطاليا وأجزاء من ساحل البحر في حالة تأهب أحمر، حيث لا يزال خطر الانهيارات الأرضية مرتفعاً وسط مطالب الكثيرين المتكررة للحكومة بأن تتخذ قراراً على المستوى الوطني بعيد المدى لمواجهة تبعات التغير المناخي. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. القوش عاد تقته، هذه المنطقة احنا نسميها كالقوشيين نسميها هاي المنطقة قرزة. قبل آلاف السنين كانت القوش كانت بهذا المكان بهاي المنطقة. خلال الكتب التاريخية اجتني الفكرة سنة 2018 بأنه أرجع وأعيد بناء قرية القوش القديمة بهذا المكان. ما كانت تلقى ولا حجر واحد، كانت كلها يعني أراضي صخرية. كثير من الأشياء التراثية اللي تلقاها هنا هم اللي تبرعوا بها أهل القوش، والبقية اللي ما كان أكو أشياء ما عندنا جبناها من دهوك من الموصل من المناطق المجاورة قدرت يعني ألمها. موجودة هنا أكثر من 1000 قطعة أثرية، وكل الأشياء يعني تتعلق بالحياة القديمة اللي كانت هنا على سفح جبل القوش بهاي القرية القديمة. وحسب شلون ما نسمع أو شفنا أكو إحنا من مواليد الثمانينات يعني لحقنا شوي على الشغلات القديمة. المشروع تقبل إعجاب الناس ويجون يقصدوا من كل أماكن، وخاصة اللي يجون من خارج العراق يجون يزورون قرية القوش القديمة. وتشوفون هسه يعني حتى العرسان من كل قرية عندهم يعني زي تراثي، فيلبسون هذا الزي ويأخذون صور ويصورون فيديو كليبات وصور بالزي التراثي الخاص إلى كل قرية يعني. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.